كرة، هذه محاولة بواسطة لاعب أنس أصبحي. أصبحي شو اللي عمل رضا الهجوج، طلع الكرة في الجهة اليمنى، أصبحي بالفعل مد الكرة، هذه محاولة لفائدة فريق الوداد، والهدف الأول لفائدة فريق الوداد الرياضي البيضاوي بواسطة اللاعب رضا هجوج. قلت بأنه غادي نتابعوا واش هناك نية، هناك إرادة من اللاعبين ديال الفريقين، ولكن رضا هجوج أكيد اللي كيتمكن من تسجيل الهدف لفائدة فريق الوداد، الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقة 83. يعني يمكن نقول بانه العمل الكبير هو اللي قام به انس اصبحي من خلال التمرير. لاحظوا انس اصبحي يعني خدع الوقت ديالو في التمرير، كيمرر الرضا عجوج يعني يسدد مباشرة للمرمى، 1-0 لفائدة فريق الوداد اللي كيتمكن الان من انه ياخذ تقدم في هذا المباراة. يعني رضا عجوج في المكان المناسب، يمكن نقول بانه اكثر من مره حاول رضا الهجوج انه يسدد مباشره للمرمى. لاحظوا الفرحه ديال اللاعب رضا الهجوج جون، اكيد حتى لانه هنا الان مطالبين انه نرجعوا الثقه للملاعب الوطنيه، نرجعوا الثقه اكيد لكل المتتبعين، وبالتالي بانه ناكدوا على انه الجماهير. هذه محاوله في فريق الوداد، الهدف، هدف ثاني لفائدة فريق الوداد. ورضا هجوج، رضا هجوج يتمكن من تسجيل الهدف الثاني، 2-0 لفائدة فريق الوداد. اللي 10 ديال الدقائق الأخيرة من المباراة كانت كافية أنه يعني يقتل اللقاء. حتى الآن 2 ديال الأهداف اكيد اللي كتخلي انه الطريق لحسم النتيجه ديال اللقاء ولحسم 3 ديال النقاط مهمه في هذه المواجهه. رضا هجوج ثنائيه في هذا اللقاء.